إلا قلت لك شي رقم غنكون كنكذب. حنا ما عندناش إحصاء اللي هو وطني اللي كيعطينا أن شحال ديال الأمهات العازبات أو لا الأطفال خارج إطار الزواج، هذا زعما ما عندناش نهائيا. كنعتمدوا على بعض الإحصاءات اللي كنشتغلوا عليها حنايا من ناحية ديال الجمعيات، كل جمعية داكشي اللي توافد عليها ولا هذا. شي حاجة اللي ما كنبغيوش سميتو ما كنهضروش عليها، يعني ما كنعترفوش بها، ما عطيناش اهتمام، لأن ما غنقول أن مهمشة غير معترف بها، هذا هو. أما أكيد أن كاين إحصاءات، أكيد كاين أرقام، أكيد، لأن ما يمكنش ما كاينش عند السلطات، لأن الأطفال كيتسجلوا، ماشي غنقول كل شيء، ولكن السلطات راه عندها الأرقام، زعما ما يمكنش ما يكونوش عندها أرقام نهائيا. بالنسبة للأمهات الإكراهات اللي كيعيشوا، أولا كيعيشوا واحد الإقصاء، الوصم، تهميش، الهشاشة. هاد البنت اللي كتهرب من دارهم وخرجات وجات سميتو اولا هربت من الوسط العائلي ديالها، اش غتكون كدير؟ ما عندها لا خدمه، ما عندها سكنه. اذا كنعطيو كنكونوا واحد الفئه هشه. الطفل مسجل، اطفال اللي هما محظوظين كيكونوا جاوا للجمعيات، ولا الامهات اللي جاوا للجمعيات واللي كيعرفوا المجتمع المدني، يعني راه كيشتغل معاهم، كيحضنهم، كيسجلهم وهذا. مين اللي ما كنشوفوش راه ما عارفينوش، راه كاين يمكن كاين كتسمعوا ان كيكونوا اطفال مرميين في القمامات، ياك راهما هادو. علاش؟ لان عندها اشكالات، لان ما يمكنش تمشي لدارهم، ما ممكنش تقول هاد الدري راه انا ولدته، اذا ما عندهاش الحلول، كيبان ليها السواد، كيبان لها الظلام. اذا كيفاش اشنو المصير ديالها؟ مصير ان تخلص من هذاك الطفل داك الرضيع وتمشي ترجع لدارهم، وتا واحد ما شاف ما عرف. الحمايه الاولى هو القانون، الاعتراف بهذا الطفل، القانون. الطرف الثاني اللي ما كنهضروش عليه وهو الاب البيولوجي، فينا هوايا؟ علاش اللي ما تنحملوش المسؤوليه؟ يعني عندنا وسائل اثبات، عندنا العدين، ممكن ان نديروا كاين الاغتصاب، المراه غير محميه من الاغتصاب، راه عدد ديالهم كيكونوا تعرضوا للاغتصاب وحيت ما عندهاش دليل كنعتبروها راه غير ولدات هكذا. هذا هما الحماية ديالهم، لا القانونية ولا ديال المجتمع. المجتمع خصو يتقبل، لأن منين جاونا هاد الناس. ثاني حاجة خصنا نحميو المجتمع ديالنا، لأن غادي يوليو الأنساب مختلطة، الأب غيتزوج بنته، الأخ غيتزوج بالأخت ديالو، أو إذا العم الخال كلشي غي، إذا راه الأنساب ديالنا في خطر، لأن الأرقام اللي حنا كنوصلوا لها، راه حنا في الجمعية راه وصلنا لما يزيد على 13000 14000 حالة من تأسيس لدابا، وشوف جمعيات اخرين واللي ما وصلوناش. اذا راه هادشي قديم، وكاين 365 طفل اللي كتم الرم ديالها في القمامات، وهذا يعني ارقام قديمه. ما عندناش تحيين، لان ما عندناش دراسات كنقوموا بها حنا كجمعيات. اخر دراسه راه دارت في 2010، يعني راه دابا حنا في 2024.